زي ما احنا شايفين هنا في الاطلس، هنجد في عندنا حاجه اسمها التيبيكال فيرتبرا، اللي هي الفقره التيبيكال، اللي هي كلمه تيبيكال يعني اغلب الفقرات بتاخد الشكل ده او بتاخد الايه الصوره دي، او بتسميها مثلا اليونيفورم او الشكل المثالي للايه للفقره. في بقى حاجات تانية اتيبيكال، اتيبيكال يعني واخده شكل ايه مختلف او واخده شكل مميز او خاص بيها، لكن كلمه تيبيكال يعني اللي هي التقليديه. تمام، في عندنا الفيرتيبرال بادي الجسم الفقره، وفي عندنا هنا ورا واحد سباينس بروسيس، على الجانبين هنجد هنا اثنين ترانزفيرز بروسيس زي ما احنا شايفين كده، وهنجد هنا اهو الايه البيديكل، واخد بالك اللي هو العنق هنا وهنا، وهنا كمان الايه اللامينا، كل ده مع بعضه بيكون حاجه اسمها الايه الفيرتيبرال ارش. هنجد هنا زي ما قلنا السوبيريور ارتيكولار ايه فاسيت او السوبيريور ارتيكولار بروسيس، هو عشان يوريك كل الفقره برضو جابها لك من الجنب هنا، المشهد ده بيعبر عن نفس الفقره بس من الجنب، جابها لك من الجنب. فانا دلوقتي شايف ادي الفيرتيبرال بادي اهو، طب ده هو ده خلاص كده، وهنا ادي السباينس بروسيس الشوكه اللي ورا اهي، هنا اهي، هنا اهي. طيب في عندنا كمان ده اللي هو ده الحته دي اسمها الايه الترانزفيرز بروسيس، اللي هو ده اللي هو دي الترانزفيرز بروسيس، خد بالك انا بتفرج من الجنب. طيب بينما السوبيريور ارتيكولار بروسيسز، السوبيريور ارتيكولار بروسيس اللي هم دول اهو، ده سوبيريور ارتيكولار بروسيس وده سوبيريور ارتيكولار بروسيس، وطبعا طبعا بيساعدوا الفرتبري ان هي تعمل ايه ارتكيوليشن او تمفصل مع الفقره اللي بتبقى فوقيها، خلاص كده الفقره الايه اللي فوقيها. هنا برضو عندنا حاجه اسمها الانفيريور ارتيكولار بروسيس او الانفيريور ارتيكولار فاسيت، ودي هتعمل ارتكيوليشن او تمفصل مع الفقره اللي تحتيها. طيب ده دي فكره التيبيكال فرتبري. طيب حسب الناس قال لك ايه، احنا هنبدا ان احنا ندرس الفقرات بتاعتنا، فقال لك والله احنا عندنا هنا في 7 فقرات عنقيه، بس الفقره العنقيه رقم 1 والفقره العنقيه رقم 2 دول اتيبيكال، دول شواذ خلاص كده اتيبيكال، انما الفقره العنقيه رقم 3 ورقم 4 كده، رقم 3 رقم 4 رقم 5 ورقم 6، يعني من 3 و6 دول فقرات عنقيه مثاليه تيبيكال، يعني شكلهم ايه منضبط شكلهم منتظم، بينما الفقره رقم 1 الفقره رقم 2 والفقرة العنقية رقم 7 دمت ليهم أشكال مختلفة أو أشكال مميزة. فأنا هبدأ أول حاجة أدرس الفقرة العنقية التيبيكال اللي هي شكلها مثالي أو شكلها منضبط، اللي هي من أرقام من رقم 3 و4 و5 و6. لما يجي يقول لك اشرح لي شكل الفقرة العنقية التيبيكال، أو ممكن يجي يقول لك اشرح لي الفقرة العنقية رقم 3 أو 4 أو 5 أو 6، هتقول له الكلام ده. إذن الفقرة العنقية التيبيكال أو الفقرات العنقية من 3 ل 6 هي عبارة عن الآتي: أول حاجة حاجة اسمها الفيرتيبرال بادي اللي هو جسم الإيه الفقرة، وبيبقى أقول لك ده جسم البادي بيكون إيه سمول أو صغير شوية. بعدين بيبقى في عندنا هنا على الجوانب، هنجد هنا أهو ورا الأول عندنا في سباينس بروسيسس، والسباينس بروسيس ده بيبقى باي فايد يعني بيبقى مشقوق. في عندنا هنا على مستوى الترانزفيرز بروسيسس او الزوائد العظميه الجانبيه، هنجد فيه هنا ايه ثقب كده بنسميه فورامين ترانزفيرزورم او الايه الايه الثقب الثقب الجانبي اسمه الفورامين ترانزفيرزورم، وهنجد هنا هو في نص بالظبط هنجد الفيرتيبرال كنال او اللي هو العمود الايه الفقري. ثلاث حاجات بتميز التيبيكال سيرفايكال فيرتبري او الفقرات من 3 ل 6: السمول فيرتبرال بادي او جسم الفقره الصغير، والبايفايد سباينس بروسيسس اللي هو البروسيس المشبوه، وعلى الجوانب هنا هنجد الفورامين ترانزفيرسور. تمام كده الفورامين ايه ترانزفيرسور. هناخد بقى ان شاء الله في الفيديوهات الجايه هنتكلم على السيرفايكال فيرتبري اللي هي الاتيبيكال وبقيه الفقرات الموجوده في العمود الفقري.